فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن سنة أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى فإن له مثل أجورهم، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل. فتبعه أناس على ذلك، فإن له مثل أجرهم، يعني كل ما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذا دعا إلى وزر يعني لا ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غنى أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزاره، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال افعل كذا افعل كذا مثلا، وتكون بالفعل خصوصا الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقول فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل وزر من اتبعه.